انا الطالب كريم حسين، طالب ثانويه عامه. احنا النهارده جايين عشان خاطر نلغي التنسيق ان شاء الله. واحنا مثلا التنسيق بيظلم ناس كتير، ويعني بينقل ناس من محافظات لمحافظات، من محافظه لمحافظه بسبب 1 من 10 أو 1%. احنا مش عاوزين يبقى في ظلم، عاوزين التعليم يتصلح، عاوزين كل حاجه تبقى كويسه. احنا الفكره اصلا جات لنا من الاول، كنا مع بعض ولقينا التنسيق بيظلم ناس من كذا سنه فاتت، وناس بتنزل ومحدش بيسمع لهم. فاحنا عايزين نزود العدد، وعاوزين يعني العدد ده يعني يسمعوا لنا. بنطالب وزير التربيه والتعليم، واحد بالغاء التنسيق، الغاء التنسيق وتطبيق نظام القدرات، 2 بتجديد المنشات المدرسيه عشان الطلبه يحبوا التعليم، 3 تطبيق المواد العلميه تطبيق عملي ليس نظري، 4 احترام المعلمين ورفع رواتبهم، 5 اخلاص النيه في الشرح بالنسبه للمعلمين. احنا جايين عشان عايزين نلغي امتحان، عايزين نلغي التنسيق، وعايزين نفعل امتحان القدرات. الفكره كلها ان امتحان يعني التنسيق بيظلم ناس كتير، في مناهج بتبقى عقيمه اولا، تاني حاجه التنسيق يعني بيبقى عالي جدا على الطلاب، بيبقى محتاج، احنا محتاجين ناس اللي هم يخشوا في الكليه يبدعوا فيها عشان التعليم يعني يبقى احسن، لكن هم مش عاملين كده. مطالبنا ان احنا زي ما قلت اولا الغاء التنسيق ودخول الكليه بقدرات، بس زي مثلا عشان التنسيق ده بيفرق، يعني مثلا غير الامتحانات اللي اتسربت والاجابات اللي نزلت على النت. فانا بقول ان احنا نلغي التنسيق قبل، نلغي التنسيق مقابل ردا على هذا الموقف اللي حصل. بس شكرا. محمد عباسط محمود، طالب الثانويه العامه. احنا جينا النهارده عشان الغاء التنسيق، عايزين نلغي التنسيق نطبق نظام القدرات، عشان نظام القدرات ده الله يطلع لك دكتور فاهم ومهندس فاهم، مش دكتور حافظ ولا مهندس حافظ. وعايزين برضو نحسن مثلا بدل ما ندرس الفيزياء نظري بس ندرسها علمي عشان نحسن مستوى التعليم. اول ما نبدا بمستوى التعليم مصر كلها هتتحسن. هو تقدم اي دوله بتبتدي بالتعليم، فلازم احنا نطبق نظام القدرات، لان بتفرق بين الطالب الحافظ والفاهم. الحافظ كتاب المدرسه والفاهم بيشغل مخه، لان البلاد المتقدمه ما بتعتمدش على حاجات معينه او حفظ معين، بتعتمد بالفهم. فاحنا بنطالب بوزير التربيه والتعليم بان هو يلغي التنسيق ويطبق نظام القدرات.